السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبتي في الله، مرحبا بكم في قناتي المباركة. موضوعنا اليوم هو موضوع كيف نفتح العقد في الناصية والعيون. كثير من الناس العاشق والعاشقة والتابع والتابع يحبون أن يسكنوا في الناصية والعيون كي يؤثروا على الإنسان. فهناك من الأخوات عندها شيطان وشيطانة في الناصية، لما تسجد يعني تضطرب رأسها في السجود لأن عندها شيطان يسكن في الناصية ولا يتركها تسجد يزعجها، ولما خرج بإذن الله تبارك وتعالى أصبحت تسجد بكل سهولة ويسر واطمئنان بإذن الله تبارك وتعالى. فمن يشعر بهذه الأشياء أو يشعر بأنه يضيق عندما يسجد، فهو يسكن له الجن في صدره والناصية والعيون. لذلك أخي المبارك أختي المبارك، إذا أردت إن شاء الله أن تؤثر على كل جان يسكن في الناصية والعيون، فركز على هذه الخطوات بإذن الله تبارك وتعالى. ستقرأ بإذن الله تبارك وتعالى، ستقرأ سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، سوف تقرأها بإذن الله تبارك وتعالى 21 مرة سوف تقرأها لأنها مذكور فيها الناصية. ستقرأ سورة العلق 21 مرة أو 7 مرات على قدر مستطاعك، إنما أعطيتك 21 مرة كي تكون رقية قوية وجلسة قوية. فإذا قرأت 30 أنت وشأنك، فإذا قرأت حتى 7 مرات أنت وما تريد، ما عندي مشكلة، المهم أنك تجتهد. اقرأها فوق 20 أو أقل وبإذن الله تبارك وتعالى، ثم تباشر هذا الدعاء وتقول: في الناصية حراس كثيرون وعقد، في الناصية حراس كثيرون وعقد، أو تقول: في الناصية والعيون حراس كثيرون وعقد، 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 ولبس أن تقول: في الناصية والعيون حراس أقوياء أشداء والقوة لله جميعا، في الناصية والعيون حراس أقوياء أشداء والقوة لله جميعا، ولبس أن تقول: اللهم احل عقدا كثيرة في الناصية والعيون ولو كانت بعدد النجوم والكواكب، اللهم احل عقدا كثيرة في الناصية والعيون ولو كانت بعدد النجوم والكواكب. وأنت تكرر هذا الدعاء 20 دقيقة بعد قراءة سورة العلق، فما شاء الله، فأبشر بأن عقدا كثيرة ستفتح في الناصية والعيون. وهذه العقد التي مجرد أنك تقرأ هذا العيون والعقد لفتح العقد في الناصية والعيون وتشعر بالشد في رجلك وجسدك، فاعلم أن هناك شيطان يسكن لك في النص والعيون ويسكن كذلك في جسدك كله، فإنه يتأثر كثيرا لأنك تفتح عقدا وحصون وأن في النص والعيون تحميه تحصنه. لذلك فركز على هذه الخطوات أخي المبارك أختي المباركة، واجتهد بإذن الله تبارك وتعالى وأبشر بالخير. أقول قولي هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره، اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها، جلها ودقها، عظيمها ودقيقها، يا رب العالمين.